أيضا نقرأ من صحيفة هارتس الإسرائيلية، زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية يرفضون مساعي قطرية لكي يجتمعوا مع تميم. في التفاصيل، صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت النقاب عن رفض قادة المنظمات اليهودية الأمريكية مساعي قطرية لتنظيم اجتماعات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدورة رقم 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الاجتماعات في نيويورك في الأسبوع المقبل. الصحيفة في سياق تقريرها قالت أن قطر تواصلت مع عدد من زعماء المنظمات اليهودية البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا طلبت منهم؟ طلبت منهم أن يجتمعوا مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته المجمعة إلى نيويورك. هارتس نقلت عن مورتي كلين رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية اسمها زوا، والذي رفض الاجتماع مع أمير قطر قوله: نرفض الاجتماع مع قادة قطر قبل قيامهم بوقف تمويل حركة حماس وتغيير نهج قناة الجزيرة التي تحرض ضد إسرائيل. وتابع: وحتى بعد قيام الجانب القطري بهذه الإجراءات، يجب عليهم أن يقدموا البراهين التي تؤكد على تغيير صورتهم كدولة داعمة وأيضا مموله للإرهاب، وخاصة أن الدوحة مقربة للغاية من طهران. يعني هم حتى الإسرائيليين بيفرضوا شروطهم هنا. بدوره قال جوناثان شانزر من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية مقرها في واشنطن، وانتقدت قطر بشدة مرارا لعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية. قال لي هارتس إن شن قطر، وهي يقول أنها الراعي الرئيسي لحركة حماس مالكة قناة الجزيرة المحرضة على إسرائيل، مثل هذه الحملة الرامية لتجميل صورتها يعد أمرا سخيفا للغاية. في ناحية أخرى، أكد ثلاثة مسؤولون بارزون في المنظمات اليهودية الأمريكية تلقيهم دعوات من الجانب القطري كمان لكي يجتمعوا مع تميم. الصحيفة أكدت أن قطر تواصلت مع زعماء المنظمات اليهودية عبر توظيفها لشخص يسمى نيك موزين كمستشار للعلاقات العامة، بهدف تحسين صورتها بداخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك المجتمع اليهودي. يعني قطر لا تكتفي بذلك، لكنها في نفس الوقت تحاول أن تشتري من يقوم بتجميل صورتها من خلال الدفع لشركات العلاقات العامة، شركات التسويق المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تجمل صورتها المعروفة بأنها دولة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، لكي تجمل صورتها في المجتمع الأمريكي وأيضا بداخل المجتمعات اليهودية. يعني قطر إذن يهمها اليهود وإسرائيل بالدرجة الأولى. تقارير إخبارية كانت قد أفادت في الأسبوع الماضي أن قطر تدفع لشركة العلاقات العامة وتسمى ستون جيتون مملوكة لموزن 50,000 دولار شهريا، يعني بما يعادل 1,000,000 جنيه شهريا، لتحسين صورتها لدى المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هنا قطر تحاول أن تلتقي بإسرائيليين ويهود في الأسبوع القادم، تبعث لهم برسائل لكي يلتقوا معها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72 في نيويورك لكي تجمل صورتها. يعني الغريب أن إسرائيل ترفض، وإن قالت أنها توافق لديها عدة شروط، وهي أن تبتعد الجزيرة عن ممارساتها الانتقادية ضد إسرائيل، طبعا الجزيرة الإنجليزية بالتأكيد، وأن تبتعد قطر عن تدعيم حماس. يعني حتى يعني قطر تريد أن تلتقي بالجانب اليهودي والإسرائيلي، لكن الإسرائيليين يرفضون ولديهم شروط تعجيزية.